بأوامر صوتية تتلقى هذه السيارة بعض مهامها بذكاء، تركن نفسها وبحذر تراقب حركة السيارات التي حولها خوفا من حصول أي حادث، حيث تقوم السيارة بتنبيه السائق عند احتمال حصول اصطدام أمامي أو عند خروج السيارة عن خط سيرها. هذه السيارة هي الوحيدة ضمن فئتها التي تمتلك كل هذه المواصفات والتقنيات بسعر منخفض يقارب $40,000. استطاعة زوار جاي تيكس ركوب السيارة وأيضا التمتع بجولة افتراضية في مدن عالمية. يعد معرض جاي تيكس ثالث أكبر معرض متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم. انطلق هذا الأسبوع في دبي بمشاركة 3500 شركة عالمية. السلام عليكم دكتور معتز، كيف صحتك؟ خير الله يسلمك. معرض جاي تيكس كتير كبير واحتجت لمساعدتك. طبعا احنا حاضرين، بس المعرض زي ما انت شايف 9 قاعات، تكنولوجيا كتير كبيرة، في كتير اشياء موجودة، لكن راح نحاول نختار الاشياء اللي كتير مميزة اللي ان شاء الله تبهرك وتبهر السادة المشاهدين ان شاء الله. طيب كيف نبتدي؟ راح نبتدي من هنا. طبعا دكتور، هاي التكنولوجي كيف واحد بيستخدمها؟ طبعا هذه هي نوع من جديد، نوع وسيله جديده، اساليب الدعايه. بدل ما تشوف انت بتشوف الاعلانات في الاسواق اعلانات ثابته، ولكن من خلال وجود ابلكيشن معين على جهاز التابلت او السمارت فون فبامكانك وضع الكاميرا الخاصه بجهازك على هذا الاعلان، بالتالي تشوف الاعلان متحرك. خبرتني دكتور عن أكبر تابلت. نعم، في طبعاً السنة هذه في جايتك في تابلت 20 بوصة، خلينا نشوفه سوا. هذا هو أكبر تابلت، ما هيك؟ نعم، هذا هو أكبر تابلت موجود. طبعاً القياس 20 بوصة، لكن المميز في هذا التابلت إنه هو أول تابلت موجود حالياً بالعالم بتقنية 4K. هذه التقنية المقصود فيها هي 4 أضعاف الريزوليوشن المعروف عادة في التابلتس الموجودة. فوق إنه 20 بوصة، طبعاً الريزوليوشن عالي جداً. هو طبعاً جهاز كمبيوتر بتكنولوجيا الويندوز، ويندوز 8.1. الجهاز طبعاً عليه بروسيسور تقنية i5 والذاكرة فيه 4 GB RAM. طب بالنسبة لاستخدامه لمين متخصص هذا الجهاز؟ الشركة لما أنتجته بفئة 20 بوصة خاصة تستهدف من ذلك الجمهور المصممين أو اللي بيحبوا عنده موهبة التصوير. نضغط على الزر ليبدأ الجهاز بمسح الكتاب وتصويره بشكل تلقائي. تنتقل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر، ثم نختار مراجعة الصورة، وبعدها يمكن أن نضغط على خيار كتاب الذي يعدل ما يلان صفحات الكتاب في الصورة المأخوذة. انتهت جولتنا في معرض جاي تيكس، المنصة الأهم والبوابة التي تساعد في دخول العلامات التجارية الكبرى والشركات الناشئة إلى منطقة الشرق الأوسط. لصباح الخير يا عرب، عمر ركابي السكري، MBC دبي.